السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل تقييمات الوزارة الأسبوعية الأسبوع السابع لغة إنجليزية للصف الثالث الابتدائي. هنحل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي. Let's get started. هنبدأ بالأداءات الصفية وهتكون على يونت 3 الوحدة الثالثة بارت 2 الجزء الثاني منها اللي هي كانت بعنوان On the Weekend في عطلة نهاية الأسبوع. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. We are TV in the living room. نحن نشاهد التلفزيون في غرفة المعيشة. ونشاهد يعني watching. هنا drawing بيرسم الآن. Singing يغني الآن. لا أنا عايزة watching يشاهد الآن. إحنا الآن بنشاهد التلفزيون في غرفة المعيشة. الجملة في زمن مضارع مستمر. حاجة بتحصل دلوقتي. طيب you are sports. انت بتلعب العاب رياضيه. وقلنا بعد ام واز وار في زمن المضارع المستمر اللي هو بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي بنجيب بعده الفعل متضاف له اي ان جي. يبقى يو ار بلاينج سبورتس. انت تلعب العاب رياضيه. هي از فوتوز. هو بيلتقط صور فوتوغرافيه. طبعا مع الصور اقول يلتقط صور اقول ايه تاكينج فوتوز. هي از تاكينج فوتوز. هو بيلتقط صور فوتوغرافيه. going يعني يذهب الآن و down يفعل الآن. لا بيلتقط taking. they are هما magnets. هما بيعملوا ايه في المغناطيس؟ بيجمعوا المغناطيس. يبقى they are collecting magnets. بيجمعوا المغناطيس. drawing يرسم الآن و painting يلون الآن. لأن عايزة collecting يجمع. I am to music. أنا أستمع للموسيقى. يبقى I am listening to music. working يعمل الآن. doing يعني يفعل الآن. لا أنا عايزة يستمع. I watching a movie now. أنا أشاهد فيلم الآن. طيب I يجي معها إيه؟ I am. he playing tennis. هو يلعب التنس. he يجي بعدها is. he is playing tennis. طبعا الجمل هنا كلها في زمن المضارع المستمر اللي بيعبر عن حاجة بتحصل الآن أثناء الكلام. بجيب بعد الفاعل am أو is أو are وبضيف للفعل ing. طب هي تاخد is. okay. he is playing tennis. هو يلعب تنس. she taking a photo. طيب هي بتلتقط صورة فوتوغرافية. she تاخد is. she is. they are water. هما يعني بيعملوا ايه بالمياه؟ بيشربوا المياه. يبقى they are drinking water. playing يلعبوا. storing يخزنوا. لا احنا عايزين هنا يشربوا. طب they are football in the garden. هم يلعبون كرة القدم في الحديقة. يبقى they are playing football in the garden. watching يشاهد. walking يمشي. بعد كده عندنا الأداءات المنزلية. What are you? What are you drawing? ماذا ترسم الآن؟ طبعا لما بلاقي am أو is أو are بجيب بعدهم الفعل في ing. تمام؟ هنا watch يشاهد وmake يصنع. لا احنا عايزين فعل في ing. طب he is his lunch. هو عايزين نقول بيأكل غداءه. يبقى he is eating his lunch. watching يشاهد. running يجري. she is a song. هي تغني أغنية. she is singing a song. write يكتب و sing يغني. لا طبعا ايه singing عشان خاطر بعد is بجيب الفعل متضاف له ing. I playing in the park. أنا بلعب في الحديقة. I تاخد am. mom is my food. يعني بنقول مامتي بتطبخ الطعام بتاعي. بعد am و is و are بنجيب الفعل في ing. طب كلهم فيهم ing. أنا عايزة كلمة تطبخ اللي هي cooking. she أو mom is cooking my food. بتطبخ طعامي. walking يمشي و talking يتكلم. لا أنا عايزة cooking تطبخ. what are you. عايزة أقول لك ماذا تشاهد. طيب إحنا قلنا بعد أم وإس وآر بنضيف للفعل أي إن جي. يبقى What are you watching. ماذا تشاهد. نادر is a to his friends. يعني عايز نقول نادر بيتكلم أو بيتحدث إلى أصدقائه. بيتكلم مع صحابه. طيب بعد أم وإس وآر بنجيب الفعل بنضيف له أي إن جي. يبقى نادر is talking. نادر يتكلم مع أصدقائه. What music are you to? الموسيقى يعني التي تستمع إليها. طبعا يستمع يعني هنا إيه listening. إيه الموسيقى اللي أنت بتسمع لها الوقت يعني. Washing يغسل. Drinking يشرب. لا طبعا موسيقى بنسمعها. She watching TV. هي بتشاهد التلفزيون. She يجي بعدها is. My father is to Paris.
أبي مسافر إلى باريس، وفي هنا إز بعد أم وإز وآر، بجيب للفعل بضيف للفعل بعدهم أي إن جي، يبقى ماي فازر إز ترافلينج. أبي إيه مسافر أو إيه يعني رايح دلوقتي إيه تو باريس، يسافر الآن إلى باريس. معنى الأي إن جي بعد أم وإز وآر يبقى حاجة بتحصل أثناء الكلام دلوقتي. بعد كده عندنا التقييم الأسبوعي، موديل A النموذج الأول منه، complete with the correct word. هنكمل الفقرة باستخدام sign إشارة، special خاص، class فصل، وhere يسمع. طبعا لما بيجينا السؤال دوت احنا لازم نقرأ الأول الفقرة قبل ما نحط أي كلمة عشان نحط الكلمة في مكانها الصحيح يعني. طيب my name is Malak، اسمي Malak. In my A I have friends، أنا عندي أصحاب. في فصلي أنا عندي أصدقاء، يبقى in my class عندي أصدقاء. هو نيد هلب، المحتاجين عايزين نقول مساعدة خاصة، special help. تاليا كانت well، تاليا لا تستطيع أن تسمع بشكل جيد، تاليا كانت hear well. أمير كانت سبيك، أمير لا يستطيع أن يتحدث. We use language to understand each other، إحنا بنستخدم لغة إيه عشان يعني نتفهم مع بعض؟ بنستخدم لغة الإشارة، يبقى بنستخدم sign language، لغة الإشارة. طبعا الجي هنا silent مش منطقها، sign language لغة الإشارة to understand each other عشان نفهم بعضنا البعض. Punctuate the following، ده علامة الترقيم الآتي. How are you؟ كيف حالك؟ طبعا احنا بنكتب الجملة كاملة وبنحط شرطة تحت اللي احنا غيرناه. طب اول حرف طبعا بيبقى كابيتال، فنحط تحته ايه شرطة كده عشان ايه نبين ان احنا غيرناه. How are you؟ الجملة هتمشي زي ما هي، وفي الاخر احط question mark علامة استفهام عشان ده سؤال. بعد كده عندنا التقييم الاسبوعي model B النموذج الثاني، بردك عندنا فقرة هنكملها باستخدام الكلمات دي. book كتاب، helping يساعد، walk يمشي، وschool مدرسة. hi مرحبا، my name is عادل، اسم عادل. I go to A in Cairo، أنا بذهب إلى مدرسة في القاهرة، يبقى I go to school. I have friends، أنا عندي أصدقاء. who need special help، المحتاجين مساعدة خاصة. my friend Mark، صديق مارك can't I can get the A for him. طب صديقي مارك لا يستطيع أن يمشي. My friend Mark can't walk، لا يستطيع أن يمشي. I can get the، أنا ممكن أحضر له الكتاب. I can get the book for him. And my friend أحمد، صديقي أحمد، can't see well، لا يستطيع أن يرى بشكل جيد. I like my friends، أنا بحب أساعد أصدقائي، يبقى I like helping my friends، أحب مساعدة أصدقائي. هنا helping بمعنى مساعدة أو إيه يساعد يعني. تمام، بس بعد like دايما بيجي الفعل في ing، فقلنا I like helping my friends، أنا بحب أساعد أصدقائي. علامات الترقيم، آدم can't see well، آدم لا يستطيع أن يرى بشكل جيد. آدم أول حرف كابيتال، ونكمل باقي الجملة مفيش تغيير فيها. طبعا في الآخر نحط فول ستوب نقطة عشان دي جملة خبرية. طبعا لو قبلك اسم شخص، قبلك يوم من أيام الأسبوع، اسم دولة، شهر من شهور السنة، طبعا بنعمل كل ده أول حرف كابيتال، ودايما أول حرف بقى كابيتال، وفي الآخر بنحط بقى لا إما فول ستوب لا إما كوتشن مارك علامة استفهام لو كان سؤال. آخر حاجة معانا النهاردة التقييم الأسبوعي موديل سي النموذج الثالث. هنكمل الجمل باستخدام أو هنكمل الفقرة باستخدام فوتو صور 3 يعني 3، drawing يرسم، وباب يعني موسيقى شعبية. طيب هنا بقول لك I am Nada، أنا اسمي نادا. I am in grade، أنا في grade 3، أنا في سنة تالتة، أنا في الصف الثالث. I like listening to music، بحب أستمع لموسيقى الباب، الموسيقى الشعبية، to pop music. I don't like، أنا لا أحب taking، ما بحبش ألتقط صور فوتوغرافية، taking photos. My sister أختي هالة likes، بتحب drawing pictures، رسم الصور. هالة and I، أنا وهالة like collecting magnets، بنحب نجمع مغناطيس. Punctuate the following، ده علامات الترقيم الآتي. I am very excited، أنا متحمس جدا. I أو الحرف كابيتال، وهنكمل باقي الجملة مفيش فيها تغيير.
طب انا لما باجي اتحدث عن المشاعر اقول انا سعيد جدا، انا فرحان جدا، الجمله دي بيبقى اخرها ايه؟ بيبقى اخرها اكسكليميشن مارك، يعني علامه تعجب. لما تعبر عن مشاعرك تقول انا فرحانه سعيد انا كده، حط في اخر الجمله دي علامه تعجب زي دي كده بالظبط. خلصنا السيشن النهارده، تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.